مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. كما تعرفوا مريم الدباغ ظهرت ككورينيكوزة معناها في برنامج فرنسي كبير معروف ياسر ياسر ياسر. مريم الدباغ كما تعرفوها كما كان في تونس معناها تطرح عليها عديد المواضيع بما فيها موضوع ريانا كيفاش عملت الديفيلي نتاعها نتاع ملابس الداخلية، وكانت معناها الميوزيك اللي حاطينها ريميكس نتاع قرآن أحاديث نبوية. مريم الدباغ تفاعلت ياسر مع الحكاية ذي، قالت انه ريانا كانت على علاقة برجل سعودي تعرف معناها اسلام وذا يتسمى اهانة في حق الاسلام وفي حق العرب على دينهم، وقالت كان جاي بيدي انا نقتلها. الشيء اللي خلى معناها غضب كبير من الفرنسيس ودخلت الهيكاء معناها وسكرت البرنامج هذا كومبليتمون. الشيء اللي عملته اليوم مريم الدباغ بالرسمي يعطيها الصحة، دافعت على الاسلام باتم على الكلمة خاطر حاجة كيما الكيكة ما تجيش. اليوم زاد الفرنسيس اعتبروا مريم الدباغ تحرض على الكراهية وتحرض على العنف، لكن البعض التوانسة قالوا مريم الدباغ ماشي في بالها في قناة الحوار التونسي ايش تقول ايش تحب. لكن اليوم اكتشف انه مريم الدباغ قالت الكلمة الصحيحة والمناسبة بدون خوف، فريمون يعطيها الصحة، دافت على الإسلام نصرته بأتم عن الكلمة حتى لو كان بكلمة صغيرة. مثال يعطيها الصحة، وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.